الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يختص بعلوم القرآن، والفصل المراد بيانه هو ما يتعلق بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، أي معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. وهذا لا شك أنه مبحث مهم، وهو جد مفيد في هذا الباب، ولا يستغني عنه طالب العلم ودارس علوم القرآن، حيث إن لهذا الفصل أهمية كبرى تتضح في أمور كثيرة أشار الناظم إلى بعض منها من باب الاختصار، ولأن الفوائد المتحصلة من خلال معرفة هذا الأمر تتعدد وتتنوع، وكل يدلي بدلوه في هذا الباب. والمراد بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من جهة الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، بمعنى أن هناك آيات تعد آخر ما أنزل لكنها ليست من باب الأواخر المطلقة، وإنما أواخر نسبية، كآخر ما نزل في المواريث مثلا، وآخر ما نزل في العدد مثلا، وآخر ما نزل في العدة في المواجهة مع العدو، وهكذا. وهناك ما يقال إنه آخر ما نزل مطلقا من القرآن، وفي المقابل أيضا ما يتعلق بأول ما نزل. فهناك أولية نسبية كأول ما نزل من سور القرآن، أو أولية نسبية كأول ما نزل من آيات القرآن، أو أولية نسبية أيضا كأول ما نزل في المدينة، أو أول ما نزل في مكة، أو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أو أول ما نزل في الغزو، وهكذا. لكن مرادنا هنا هي الأولية المطلقة، يعني ما هي أول آية أنزلت من القرآن، وما هي آخر آية أنزلت من القرآن. هذا هو مراد المبحث الذي ذكره الناظم أو بوب له بقوله معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال: أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر، أي أن معرفة هذا المبحث يزخر بها الكلام، بمعنى أنه يمتد ويرتفع، والزاخر هو الممتد المرتفع. فلا شك أن من يهتم بهذا الفصل ويعرف حقيقته يكون ممن امتدت معرفته وارتفعت في هذا الفن العظيم الذي هو علوم القرآن. فالارتفاع في الفهم والمعرفة لا يستقل بدون أن يعرف طالب العلم، أي أن يعرف هذا المبحث العظيم، وهو مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. ثم أخذ يبين الناظم الفائدة من هذا المبحث بقوله: مفيدة للشرخ والشيوخ. الشرخ يطلق على الشاب، وهو من هو دون الكهل والشيخ، يقال له شرخ، وبعضهم يدخل معه الكهل، فيكون الشرخ هو من دون الشيخ، يعني من دون الكبير في السن يقال له شرخ، وأما من هو أكبر من ذلك فيقال له شيخ. وبعضهم جعل الشرخ يطلق على كل من بلغ التمييز، كل من ميز
يطلق عليه شرخ إلى أن يبلغ سن الشيخ، فما بين هذين السنين يقال له شرخ، يقال له شرخ، ومن دون التمييز ليس بداخل في هذا. لماذا؟ لأنه لا يعقل أو لا يميز معاني هذا الفن العظيم. وكوننا أيضا لم نحدد هذا الشرخ بمن هو بعد البلوغ، لأن هناك من يكون مميزا ومدركا وصاحب، من يكون مميزا ومدركا وصاحب فهم وإن لم يبلغ، بل قد يأم القوم من هو أقرأهم لكتاب الله جل وعلا وإن كان دون سن البلوغ، كما جاء عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي أما قومه كما في صحيح مسلم وهو لم يبلغ، لأنه كان أحفظهم للقرآن. بل جاء في النص ما يدل على أن شيئا من سوءته كان يبدو وهو يصلي بهم. فإذا التمييز يحصل معه شيء كثير وإن لم يكن هناك بلوغ. فهذا الفن مفيد للشرخ، أي للشاب ومن هو في حكمه. والشيوخ، الشيخ هو من بلغ سن الشيخوخة، هو من بلغ سن الشيخوخة. وبعضهم يجعل مبتدأ هذا السن هو من 50 فما فوق، وبعضهم يجعله من 60 فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ومنه قول القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، الذي أشرف على الشيخوخة وهي كبر السن. والمراد هنا أن هذا الفن مفيد لكل من له عقل وفهم وإدراك يدرك به هذا الفن العظيم، سواء كان شابا صغيرا أو شيخا كبيرا، لأن العلم غير مقتصر على سن معين، بل الإنسان يعد طالب علم إلى أن يلج قبره، لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك أن من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا هو العلم وتدارس العلم.